السلام عليكم ومرحبا بكم مجددا في قناة طنجاوية في ليون. اليوم ان شاء الله نشارك معكم واحد زيارة قمت بها للمعرض النسائي في مدينة سان برييست، وكذلك واحد زيارة للمعرض التركي في مدينة ليون. كنتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، ما تنسونيش من جيم والاشتراك في القناة فضلا وليس امرا. وهذا الفيديو نزلته كتنوع في الفيديوهات في القناة ونزولا عند طلب احد الصديقات ديالي، قالت لي كيعجبوها الفيديوهات بحال هيدا ديال المشتريات. على بركة الله نبداو الفيديو. بالنسبة للناس اللي ساكنين في مدينة ليون ولا خارج منها، خليت لكم انستغرام ديال السيدة نعوي بالكم في الفيديو. اللي بغى يتواصل معها عجبته اي حاجة، كاينين عندها الكواط انصامبل ديال الكواط، عندها هادي ديال الكلينيكس، عندها الفينوارات ديال الحمام، عندها هاد الضيافار، كاينين كذلك المنطيلات والسرابات ديالهم. اي واحد عجبتها شي حاجة تواصل مع السيدة، انا خليت لكم الانستغرام ديالها. المهم هاد الجهه هادي خاصه بواحد السيده كانت كتنقش الحنه، كاينين ما شاء الله بزاف ديال السيدات كل وحده والمنتوجات ديالها. خليت لكم كذلك في الاخر ديال الفيديو العنوان ديال واحد الصالون ان شاء الله غدا غادي يكون في يوم السبت. انا ما قدرتش ننزل الفيديو من قبل. هنا هاد المنتجات مغربيه طبيعيه ديال النيله، كاينين الصابون ومهم منقيات ديال الوجه كاملين. هاد الجهه هادي كان فيها كتب دينيه بالنسبه للاطفال وحتى الكبار. هاد الجهه هادي كانوا عاملين فيها ستوك ديال ديستوكاج ديال الملابس، خاصه الملابس الشتويه، يعني الناس اللي بقات لهم شي حاجه كيبيعوها في هذا الوقت هذا. هاد الجهه هادي كانوا منتوجات تونسيه ومغربيه مخلطين. مهم الفخار هذا تبارك الله كاينين في جميع البلدان العربيه، يعني كاين في تونس الجزائر المغرب، كاينين في جميع البلدان المغاربيه والعربيه كذلك عندهم صناعه ديال الفخار. هنا كيف ما قلت لكم كاينين سيدات اللي كينقشوا الحنه بالجميع الكولوريس ديالها ولا الالوان ديالها، كذلك كينقشوا حتى على الشمع بالنسبه لنا اللي كيبغي يوجد الحفل الزفاف ولا الليله ديال الحنه يتواصل معهم. هنا كانوا هاد مجوهرات او اكسسوارات، الذهب ديالهم يعني ماشي ذهب اصلي، ولكن كيقولوا كيبقى ما كيتغيرش اللون ديالو، ما كيتصداش بزاف ديال المهم. شكروه الناس اللي كيبيعوه. وانا بيدي خديت من عند واحد السيده اخرى بماركه ديال شوغان. ان شاء الله في الاخر ديال الفيديو تشوفوا المشتريات اللي شريت من هذا المعرض هذا اكسسوارات، وكذلك تقديت شويه ديال الحاجات من معرض ديال تركيا. المهم الانسان ماشي بالضروري يشري الماركات ولا الحاجات غاليه، الحاجه تكون كاليتي ديالها مزيانه والجوده في الثوب اولا في المنتوج احسن من الماركه، يعني كتعمل نفس العمل اللي كتعدلو الحاجه ديال الماركه. هنا كيف ما كتشوفوا انتقلت للجهه ديال الحلويات، كانوا الحلويات هادو تونسيه ومعهم الحلويات مغربيه. عجبوني بزاف هاد الحلويات ما شاء الله، متقونين ومعمولين بدقه وما عندي ما نقول فيهم، ما شاء الله مزيونين. المهم كانوا عاملين بزاف ديال الاشكال، هادو باقي حلويات مخلطين ما بين التونسي والمغربي. هذا التمر، هذه كذلك الحلوى التونسيه، هذا التمر بريستيج. وهنايا جهه الملابس التركيه كانوا كيبيعوا الخمار وشيلان وسبنيات
الحجاب بصفة عامة، الملابس ديال المحجبات. انا صورتكم غير شوية شوية من الحاجة. هذه جهة ديال الحلويات الجزائرية، تبارك الله كيعملوا الحلوى كبيرة شباعية، ولكن على حسب الثمن ديالها هو داك يعني €50 البياسة كيف ما كتشوفوا. هنا العسل، ما عرفتيش من دولة، نسيت ما شفتي ماين. المهم كان انواع ديال العسل بالاعشاب، وكاينين ديال الزهور. هي هذه ديك الماركه اللي قلت لكم، ماركه ديال شوغان، كيبيعوا منتوجات ايطاليا. عندهم كذلك منتوجات ديال التنظيف، و بزاف ديال الناس سمعتهم شكروها هاد الماركه هادي، قلت ان شاء الله نجربها. هادي شريت منها الاكسسوارات ديالها، يعني بحال اللي قالت السيده اللي كانت كتبيعهم، ما كي واخا تاداو بالكولونيا ولا بالبارفام ولا اي حاجه، ما كيتغير لهمش اللون ديالو. كذلك عندهم مواد ديال التجميل وديال تساقط الشعر. المهم كيف ما كتشوفوا عندهم ما شاء الله تنوع في المنتوجات. هنا ندوزو المشتريات اللي شريت من هذا المعرض، كانوا الاكسسوارات أغلبية كيف ما قلت لكم. انا ما كيتهمنيش زعما تكون الحاجة ماركة ولا غالية باش نفرح بها، المهم الواحد كيفرح بالحاجات بساطين. صراحة أنا أول مرة نجرب هاد الأكسسوارات بحال هيدا، ما عرفتش، ما قدرش نشكر لكم وقول لكم ما كيتبدلوش. على حسب السيدة هي قالت جارانتي عندها، يعني الحاجة ما كتبدلاش اللون ديالها من هنا الفوق، الله أعلم. هذا براسلي هذا تشريته من المعرض التركي، في الأحجار حقيقية مزيون، كان عندي واحد قبل وكان ضاع لي. هنايا القميجات ولا كل واحد شنو كيسميوهم، مهم كساوي طوالين، هادو كيجيو مع بنطلون مع سراول، ما كيتلبسوش يعني ماشي طوالين حتى القاع، فوق الكوع بشويه هذاك العبر ديالو. كيجيو كاملين واسعين، حتى الثوب ديالهم صيفي وخفيف. بالنسبه للالوان انا كانوا عندي الالوان اخرين، هادو الالوان اللي كانوا ما عنديش وشريتهم عند هاد السيده، كنت جبرت العام اللي فات في المعرض نفسه، هاد المعرض التركي، وجبرت هاد العام هذا وعقلت عليها وشريت من عندها. الحاجه مي كتشريها كتعجبك وكترتاح فيها وكتكون الجوده ديالها مزيانه، كتعاود تشري مع عند السيده ولا السيده اللي شريتي من عنده. شفتي الكمام ديالها كيجيو مجموعين. هنايا كذلك شريت واحد البوني في البيض، كيعجبوني نلبسهم تحت شيلان. هنايا جوج ديال الشيلان، الثوب ديالهم خفيف ورطب يعني صيفيين. هادو الالوان ما كانوش عندي وشريتهم هاد المره. المهم هو الواحد يشري الحاجه اللي يرتاح فيها. الماركة انا كنت سبق لي شريت منها شيلان اخرين عندي في الكحال وفي صفار وفي مونتارد، هادو لي باسكيت ولا احذية رياضية. المهم هادو المشي والخروج صيفيين حتى هما، وكولور ديالهم يعني صيفي، حتى التوب ديالهم مريح وخفافين. هادو كيصلحوا للامهات اللي ماشيين معجين للمدرسه، كانوا عجبوني. وهنا غادي نخليكم على لقطات صورتهم من المعرض، صراحه كانت حاسه بزاف والناس ما تقدرش تصورهم. المهم اللي قدرت نصورهم هما هاد اللقطات ديال القهوه التركيه.
شويه من ديال الامدح ديال تركيا حتى هما. المهم اضطريت كنت غادي نعمل معكم اللايف مباشره باش المهم تشوفوا الحاجات اللي كاينين، ولكن ما قدرتش ورجعت شديت اللايف. قلت لكم احترام الخصوصيه ديال الناس، وتد حس بزاف ما كيساعدش الواحد على التصوير، خاصه كان هذاك النهار اللي مشيت فيه هو النهار الاخراني. تبارك الله كانت الدنيا عامره بزاف، وكنتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم وتشاركوه مع الاصدقاء ديالكم، واللي مازال ما مشتركش يشترك فضلا وليس امرا، ومرحبا بكم جميعا. وكنتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. نخليكم مع اللقطات في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. شكرا جزيلا على المشاهده. بغيت نقول لكم بلي ان في هذا المقطع هذا اضطريت نحيد للموسيقى، لاني عرضت الفيديو وتلقيت انذار بحقوق الطبع والنشر، ومسحت الفيديو من اليوتيوب ودابا عاودت نشرته، ولكن انا من الموسيقى عاديه.